لقطات من معسكر النادي الأهلي دلوقتي. احنا عارفين طبعا النادي الأهلي خلص المباراة بالأمس ومتواجد في مقر الإقامة الخاص به بمدينة برج العرب. ليه؟ لأن طبعا عندنا مباراة تانية مهمة جدا جدا. فين؟ في برج العرب أيضا. مع مين بقى؟ مع نادي الزمالك. وهي في الحقيقة بطولة خاصة، مباراة قوية جدا. وطبعا نجم النادي الأهلي حسام عاشور ومعاه عدد من نجوم النادي الأهلي، عمرو السولية، علي معلول، وعلي لطفي أيضا. كل لعيب في دول ليهم دور كبير جدا في فوز النادي الأهلي باللقب وفوز النادي الأهلي بالبطولة. هم تقريبا قاعدين يتفرجوا على البرنامج يعني في هذه اللحظات. فبالتالي يعني لقطات مهمة جدا وحصرية من مقر إقامة النادي الأهلي ببرج العرب. وأكيد هم عندهم حالة من النشوة الكبيرة والسعادة.